أهلاً بيك في الخدمة الصوتية. للغة العربية اضغط 1. For English. شكراً لاتصالك بخدمة العملاء. سيكون أحد مندوبين معكم. عفواً. اختيار غير دقيق. ألو؟ إيه ده؟ إيه ده؟ هو أنتِ؟ 7 صنايع. لا والله. بجد انت والنبي؟ اه والله. تقعد تقولي ايه ده؟ قول انا مش عارفه اضغط 1 والكولتون دي دوس نجمه ولكل الحاجات. وبعدين تدوسي يقعد 18 ساعه عقبال ما البتاع يخش تاني. انا اللي كل الناس بتتعصب عليها وتقفل السكه في وشها. انا عيني يا بنتي. مريم الخشت 7 صنايع فعلا، بس البخت ان شاء الله زي الفل والقمر. وحلوه زي القمر على فكره، انتوا عارفينها كلكم يعني اللي غاويين ديزني، افلام ديزني هتلاقيه ودن صوتها في ودنه. عملتي ايه؟ انتي فويس اوفر في افلام ديزني. اه فعلا عملت حاجات كتير، مسلسلات وهكذا، بس ممكن يكون الافلام اكتر هي اللي معروفه. يعني تهيألي اول حاجه عملتها كان بيتر بان، شخصيه ويندي. اسمي ويندي، ويندي مورا انجلا دار. ويندي كفايه. بس ازاي انا اصطاد الدلك يا بيتر؟ هجمت ليلتها عليا جنب الشباك. كنت بتعمل ايه هناك؟ انا جيت عشان اسمع حواديتي. حواديتي؟ بس دي كلها عنك. طبعا، وده اللي مكيفني. ده احكيهم للولاد التايهين. الاولاد التايهين؟ انا فاكره دول اتباعك. انا مبسوطه انك جيت الليله دي، كان ممكن ما اشوفكش. ليه؟ عشان لازم اكبر بكره. تكبري؟ من بكره هيبقى لي اوضه لوحدي. وممكن يكون اكتر حاجه الناس فاكراها من قريب اكتر اللي هو الفار الطباخ او خلطبيطه بالصلصه ايا كان اسمه. لانه في يعني دلوقتي في بيتر بان كنت بتتكلمي عربي ولا عربي؟ ساعتها كان عاميه. عاميه قصدي، مش عربي. عاميه. طب كم يعني نسبه العاميه من اللغه العربيه؟ زمان كان عاميه دايما. وبعدين في مرحله معينه بقى فصحى بس. I don't approve. هو يعني it was a long story، بس دلوقتي في شوية اللي هي اللي بيسموها اللهجة البيضاء، اللي هو شوية في النص. لمسة من ده على بس في عامية. علشان الديزني فانز كتير قوي منهم اعترض. طبعا، لأن في حاجات كانت ايكونيك يعني. محمد هنيدي يعني بالظبط. يتكلم لغة عربية ده حفظنا حاجة معينة بشكل معين. فالناس تعلقت بيها قوي. انت بتعمل ايه؟ بقطع الخضار. بقطع الخضار؟ لا كده بتحرق جهد ووقت. فاكر الطبخ شغل مريح؟ ها، زي مامي في المطبخ. مامي ما بتديناش زحمة العشرة لما الطلبات بتنزل ترخ، وكل طلب شكله مش سهل، ومهما اختلفت مواعيد الاكل لازم يتحط قدام الزبون في الميعاد الصح. سخ ويشرح، كل ثانية بتفرق وما ينفعش تتدلع. ايه ده؟ خلي مكانك نظيف. بتعمل ايه في زحمه الطلبات؟ الاماكن المهرجله بتعطلنا، نبقى ابطا والطلبات تتكوم، كارثه. انا هسهلها لك على الاخر، خلي مكانك نظيف والا هموتك. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.